المباراة وشفت المباراة نقدر نقول لك حتى يعني نقولوا المجموعة ككل، لأن سي اون كومونسا يعني أبالي دو شاك كومبارتيمون بوتيتر كو يا يو سيرتان جوار نقولوا كي سون باس أكوتي، مي دون لونسومبل دون لا جلوباليتي لو جروب إلا بيان ريبوندو، خاصة أن كان خاصنا هذا اللاعب. أنا شفت مثلا دخول بن طالب في الشوط الثاني إلا أبورتي لا نقولوا لا فيفاسيتي لو ريتم، هو اللي عاود رجع الفريق الوطني في الريتم، لان اليوم بالك توشك تحكي بالك بن طالب حتى لو روجيست اللي يلعب فيه ابيتويلمون سي با لو ميم روجيست لو يلعب فيه في الفريق الوطني، ولكن اليوم الناخب الوطني عاود عطاه الفريق الوطني، الفريق الوطني لو روندمون تاع كان جيد تاع بن طالب كان جيد في المباراه الاخيره، والله كان جيد بدون مبالغه، لان دار شوط ثاني رائع، يعني سي با مو كي لو دي سي نقدر نقول لك تو الموند كي اونانيما دير كو دار مباراه، خاصه في الشوط الثاني في المباراه الاولى ايضا وين في الشوط الثاني مثل لا ليبيري زروقي واسمو اللي تكلمت بن ناصر، ولذلك يعني عاود نحن دائما ما نسحقوا ان جوار اون سونتينيل، لان سي دوفوني ان تي بو ان سوتيان لاكس جيد لاكس سونتينيل. سي جادوني انا احب نقول لو شوا دو لونترينور شو با ان تكنيسيان، مي كاين بوتيتر دي كريتير اللي يعتمد عليهم، بوتيتر سي ليتا فيزيك اي ليتا مونتال دو جوار، هذو هما بوتيتر اللي يشوف فيهم بالماضي بور لو شوا دو سي جوار. لحسن نظف ايه هذا هو. اما على كل حال ما عندي ما نقول، هو دار اختيار هكذاك واش نقول لك، هو راني نقول لك قلت لك انايا تما انت تشوف المنتخب الوطني تراجع المستوى تاعو بعد كاس افريقيا اكيد تراجع المستوى اليوم، اعاده ورشه جديده تنتظر الناخب الوطني عنده ورشه جديده عنده كرو ترافاي افير. انا على كل حال اللي غدني على كل حال انا كي شفتو بور ليليميناسيون غدني توتال كو سي كان كي حب يخدم يخدم قلبه يخدم قلبه يخدم رسول الله صح.